نهار 27 جانفي هو العيد ميلاد الرابع للدستور التونسي، دستور أمضى الميلاد الجديد نتاع الجمهورية التونسية. أما زعما كي تبدل الدستور في تونس تبدل تحية التوانسة؟ هاتوا نشوفوا رأي واحد من الصحفيين اللي تابع جميع أعمال المجلس التأسيسي، تعرفوا عليه توتسويت. ضيفنا اليوم قرا الصحافة في فرنسا وبالضبط في بوردو، في الأول خدم في فرانس بريس قبل ما تكون له تجارب في وكالات أنباء عالمية كيما رويترز ومجلات وجرائد فرنسية كيما لو موند. هو اللي قام تغطية الفترة الانتقالية في تونس من انتخابات 23 أكتوبر 2011 حتى للمصادقة على الدستور نهار 27 جانفي 2014. ضيفنا اليوم هو صحفي في جمعية برلمان محمد حداد. البارح تعدوا 4 سنين على تاريخ المصادقة على الدستور، شنو هو اللي بدل الدستور في حياة التوانسة؟ شنو اللي ما بدلش تحب تقول على خاطر بدل حياة التوانسة بكلها وفات؟ إيش معناها بدلها؟ ولينا في علاقة أخرى مع العبيد اللي قاعدة تحكم، والعبيد اللي قاعدة تحكم وليت اللي مثلا في بعض الأحيان ولا بعض الأحيان تبدأ مسامية، العبيد هذيك ولا ما عادش عندهم نفس الأدوات متاع السيستم القديم. علاش؟ على خاطر قبل كانوا ينجموا أببري يعملوا شنو يحبوا، توا كي نجيو نشوفوا هاو رئيس متقلق من هيئات مستقلة ولا دستورية، هاو رئيس حكومة قاعد يحاول كيفاش يعدي مشروع قانون ولا يقرر انه باش يسحبوا في اخر الوقت على خاطر فان كونت النواب تدخلوا برشا فيه، لهنا نشوفوا اللي صارت برشا تغييرات وولينا ما عادش نجموا كل واحد يحكم وحده. بين المجلس التأسيسي ومجلس النواب كيفاش تقيم أداء النواب؟ والله هو الأداء كي تجي تشوف ممكن يتحسب بالإنديكاتور وبالمؤشرات اللي أنا توا ما نستحضرهمش، أما كل واحد عنده مهمة رأي فطبيعي أنه التأسيسي كان صحيح يشرع، يعني يخدم في خدمة مجلس تشريعي متاع كل نهار، ما سيختو يخدم في دستور جديد. ومن كانت الدورة متاعه شخصيا يظهر لي انا كصحفي الدور نتاعو الكبير كان انه تمثيليه لتونس كانت اكبر برشا من اي مجلس اخر نيابي. واليوم في مجلس نواب الشعب هالتمثيليه نتاع التنوع نتاع التوانسه سواء في الطبقات الاجتماعيه سواء في المهن سواء في العمر سواء في الجنس نساء رجال نجم نحسنوها اكثر برشا 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 برشا. اليوم نحكيه على مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء الغير مشروع. حسب رأيك فما ضمانات لازمة لتطبيق القانون؟ الحمد لله يا ربي مازال مشروع قانون، معناها مازال في اللجنة، يعني مازال ما صدقتش عليه النواب، ما صدقوش عليه ولا قانون في رائد الرسمي ساري المفعول. القانون هذا ما يأديش الدور متاعه. شنية الدور متاع قانون على التصريح المكاسب؟ الدور متاعه مش أنه العباد جوست يصبوا ورقة في دائره المحاسبات قبل والا في جديد في هيئه الحكم الرشيده ومكافحه الفساد. الهدف نتاعو انه نكافحوا الفساد سي سامبل كو سا. وحاسب لي ريغيرش اللي قمنا بهم في ميديا في برامان اللي نجم متفرجين يلقاهم في news.baramen.in، حسب الابحاث هذيا شفنا انه على 30 سنه من 1987 حتى 2017 ثم 25000 شخص صرح. قديش من تصريح خرج من دائره المحاسبات باش يراقبوه؟ صفر صفر. اش معناها؟ يعني اش معناها اذا كان انا نصرح ونقول عندي ما عندي شيء وما ثم حتى مره تصريح نتاعي تجبد باش نعملوا له كونفرونتاسيون نتاع اللامبو ولا نتاع اي حاجه اخرى؟ لذا لازم النشر، لازم النوميريز، لازم الرقمنه ولازم المراقبه. احسن مراقب في تونس هما التوانسه الكل 10 ملايين. هل التونسي اليوم يقبل فكرة التبليغ على الفساد؟ كصحفي أنا كي نحكي مع التوانسة في التيران ديما هما يجيو يشكيو على المشاكل. التوانسة هما أكثر عبيد التوانسة الكل. ما لو ينتقل ثقة متاعهم عندهم ثقة فيك كصحافي وبعد ينتقل ثقة ما يبلغوش. علاش ما يبلغوش؟ ممكن على خاطر الميكانيزم متاع التبليغ ينجموا يسألوهم، ممكن ما عندهمش ثقة في المؤسسات. ولهنا ثقة هذه بالنسبة لنا تتكسب مش بأنه المواطنين ينزلوا على رواحهم يوليوا عندهم ثقة في الممثلين أو في أجهزة الدولة. لازم أجهزة الدولة والممثلين نتاعهم هما يعملوا الخطوة الأولى باش تولي عندهم الثقة، باش يوليوا المواطنين يثقوا فيهم من جديد. كيفاش الخطوة الأولى هذه؟ يا سيدي انشر التصريح نتاعك، أنت ما عندك ما تخبي، أنت ما هو أمورك نظيفة و 5-5، انشر التصريح نتاعك أتو المواطنين يمشيوا يشوفوا اسكو أنت التصريح مطابق للواقع. خاطر تونس صغيرة، العباد الكل تعرف العباد الكل، الكلنا نعرف كل واحد منين جاي. وهكاك المواطنين ينجموا وحدهم يتاكدوا ويقولوا اه هذا نشر ما عنده ما يخبي، اهاكم نشروا من قبل
شبههم الرئيس السابق نشر كي خرجوا عليه لي رومور محزيه العبيدي فيس نائب الرئيس نتاع مجلس تاسيسي نشرت والعديد واحنا بالعكس قاعدين نشجعوا الاشخاص اللي صرحوا باش يزيدوا ينشروا خاطر تصرح ولا ما تصرحش حسب القانون القديم وحسب مشروع القانون الحالي سانشوش ابسولومون ريان ما تبدل حتى شيء خاطر التصريح نتاعك باش يمشي يتخبى وشنو يقولوا بعض الممثلين تاع هيئات يقولوا تو نستناو المؤسسات نتاعنا تتحسن اتو هي تولي تراقب وثم ارغومون اخر مهم برشا ثم حجه استعملوها النواب ولا استعملوها الهيئات اللي هما ضد التصريح على المكاسب حجه المعطيات الشخصيه يقول لك انا كنائب والا انا كرئيس هيئه ولا انا كموظف معطياتي الشخصيه تهمني انا نحب نقول لهم اذا كان انتم قاعدين تتصرفوا في المال العام اذا كان انتم تمثلوا في التوانسه هذايا ماهوش تشريف يعني ماكمش عاملين مزيه حد ما اجبركم باش تكونوا نواب ولا باش تكونوا وزراء ولا اللي هو يلزمكم انتم تستجيبوا لشنو التوانسه يحبوا باش التوانسه يكونوا عندهم فيكم الثقه. حسب رايك شنو اللي يمنعوا؟ هما دفات يمثلوا الشعب على خاطر في الدستور مكتوب اي نائب منتخب يمثل الشعب الكل بعد اذا كان انت تحب تقول اذا كان انت الافعال نجموا نقيموهم اش معناها نجموا نقيموهم نجموا نمشيو نشوفوا نائب انه اذا كان قال هو مثلا باش يدافع على مكافحه الفساد نشوفوا اسكو هو مثلا صوت مع قانون نفذ للمعلومه مع قانون تبليغ حمايه المبالغين على الفساد مع قانون تصريح المكاسب خلينا نحكموهم بالافعال والمعطيات الكل موجوده ما يلزمش كل واحد منا تقعد عنده نقطه استفهام في زعما عندي فيهم ثقه كلهم يكذبوا كذا به سهله الحكايه ادخل الموقع على مجلس نواب الشعب irp.tl الموقع ما ياكلش برشا كونيكسيون وصحيح ماهوش مزيان ما خفيف تنجموا تلقاو كل واحد شنو صرح وكل واحد شنو قال على كل مشروع قانون اي اون بليس اللي جان اللي هما بالرسمي عندهم اليد على القوانين هما اللي اساسا يبدلوا القوانين مش في الجلسه العامه اللي جان كل شيء موجود على اليوتيوب تنجموا تفرجوا اون ديريكت ولا تفرجوا من بعد وتعرف اسكو النائب نتاعك دافع عليك والا لا اسكو النائب نتاعك ولا في جهتك يتطابق مع نظرتك كيفاش انت بلاد تشوفها ولا لا.